حاجات لازم تعرفها جوه حمام الطياره. اول حاجه انك انت لما تيجي تقعد على الكابينيه هنا دايما تحط الغطا ده، هتلاقي علبه فيها غطا وطيان تحطها على الكابينيه قبل ما بتقعد عشان خاطر تقعد في نظافه. الحاجه الثانيه، عمرك ما تشد السيفون يا جماعه وانت قاعد عليه. لو قعدت على كنت قاعد على الكابينيه شديت السيفون هتتشد وحييجوا بقى تبقى مصيبه، وانت تقعد الرحله كلها مزنوق فيها لان هو بياخدها بقوه السحب، هتتسحب جوه وتقعد بقى ايه لازق كده عشان لغايه ما ينقذوك ييجوا ينقذوك لو انت يعني حظك حلو، وحاولوا وعرفت ان هم ينقذوك قبل ما انت ايه تلاند. دايما بيبقى فيه شايفين معاكين سلام وفرش سلام وبتاع في معظم الطيرانات حتى الايكونومي، للسيدات بيبقوا حاطين لهم شايفين فوق فوق الصحيه بتاعتهم في الدرج هنا. لو حصل لك اي حاجه جوه الحمام تعرف تنادي الناس كابين كرو، تدوس على الزرار ده او الزرار ده.